بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. هنكمل كلامنا عن سلسلة لأنواع الأدبان اللي احنا بنستخدمها في مع العلف. النهاردة هنتكلم عن نوع من أنواع الأدبان المهم جدا، اللي هو تبن الفول البلدي. تبن الفول البلدي بيقولوا عليه تبن الفول البلدي، أو بيقولوا عليه تبن الأسود، تمام؟ هو عبارة عن إيه؟ هو بيبقى عبارة عن العود بتاع الفول البلدي اللي هو الفول العادي بتاعنا، والغلاف اللي بيبقى بتاع الحباية. بعد ما بياخدوا الحباية اللي هي حباية الفول، بيبدأ العود الطويل اللي هو الصاج بتاع الزرعة مع الغلاف اللي كان بيبقى حوالين الفول، وكل ده بيتفرم زي ما انت شايف كده، بيطلع لنا الشكل أو المنظر. ايه المنظر ده؟ يعني ده كده شكل الصاج اهو، تمام. دي كده من الحاجات اللي هي البواقي بتاعت الصاج بتاعت الايه بتاعت الزرعة، تمام. والبواقي بقى الحاجات اللي هي بتبقى زي دي كده، الحاجات دي هي اللي بتبقى الغلاف اللي بيبقى حوالين الفولة اللي احنا بنقول عليه اللي هو الفول الحراتي يعني، تمام. طيب ايه الفايدة اللي بتبقى موجودة من التبن ده؟ الفايدة اللي بتبقى تقريبا من حوالي من 3-5% بروتين. طبعا نسبة البروتين فيه بتبقى اقل شوية من تبن البرسيم او تبن الربة او اللي هو الدريس العادي بتاعنا، بس هو مش وحش يعني. انت لو هتعتمد عليه في الاكل او في التسمين هو مش وحش، وبالنسبة للسعر بتاعه هو سعر بتاعه رخيص. يعني احنا منزلين في الموسم الطن ب 1000 جنيه، يعني الكيلو واقف بجنيه، الكيلو فيه واقف بجنيه. فيعني لو انت هتجيبه، انا بتكلم اللي هو وصل لغاية المزرعة عندي، لو انت هتشتريه من على الارض ممكن تجيب الطن ب 700 جنيه، وممكن تجيب الطن ب 800 جنيه. فطبعا بالنسبة للسعر بتاعه سعر ممتاز جدا. بالنسبة للقابلية بتاعته زي ما انت شايف كده، انا بصور لك على الطبيعة، الميز كلها بتاكل اهو. التبن ده حاف، يعني هو نوع من انواع التبن، نوع من انواع التبن اللي انت هتاكله لوحده، مش محتاج علف عليه او يتقلب عليه او يتقلب عليه اي نوع من انواع العلف. انا بصور قدامك اهو عشان يبقى كل حاجة على الطبيعة، سواء كبير او صغير كله عمال ياكل، تمام. انت سامع اهو وشايف ما شاء الله، تمام. الميز كلها بتاكل اهو، ادي القابليه بتاعت التبن او المعيز للتبن اللي هو ايه تبن الفول ده، تمام. يبقى هو نوع من انواع الادبان مش وحش لو انا هعتمد عليه في التسمين، او ان انا لو هوقف قطيع امهات بتاع غنم عليه برضو مش وحش خالص. بالنسبه للسعر بتاعه احنا زي ما قلنا هو بيبقى موجود الكيلو فيه بجنيه. نسبة البروتين اللي بتبقى موجودة فيه بتبقى بتوصل لي 5%. ده بيبقى على حسب الحباية اللي بتبقى واقعة من الناس وهما بيدرسوا. يعني ايه؟ يعني هو احيانا كده وانت بتقلف في التبن ممكن تلاقي ايه؟ تلاقي غلاف بتاع قشر فول، ممكن تلاقي حباية فول. على حسب الكمية اللي فيه بتبدأ نسبة البروتين فيه تزيد يعني، تمام. يعني بس احنا بنقول اقل حاجة خالص، اقل نسبة بروتين موجودة فيه التبن ده تبقى حوالي من 2-3%، بس اقصى حاجة هيوصل فيها يبقى 5%، تمام. زي ما انت شايف اهو، بص كده، يعني ده كده قشر فول اهو، انا هزوم لك عليه. دي كده قشر فول، فهو بيبقى موجود فيه قشر فول، بيبقى موجود فيه ساعات حباية فول واقعة وهكذا، فدي طبعا تعتبر بروتين صافي يعني، فاهمني. طيب الكلام اللي عليه او الاعراض الجانبية، يعني في ناس كتير بتقعد تقول ده تبن الفول بيعمل احتباس بول، او ما ينفعش الذكورة او الطلائق تاكل تبن فول علشان بتعمل حصوات وبيعمل احتباس بول وكلام من ده. الكلام ده ما فيش منه اي اساس من الصحة خالص. انا باكل تبن فول يعني من قديم الازل، ما حصلش عندي الكلام ده خالص، ولا حصوات ولا احتباس بول ولا اي كلام ده. كبير صغير بياكل، يعني معيز صغيره، مفاطيم، امهات كبيره، طلايق، ذكور، اي حاجه موجوده عندي في المزرعه بتاكل تبن فول عندي عادي خالص، ما فيش فيها اي مشاكل خالص، تمام. وبالنسبه للقابليه زي ما قلنا، زي ما ده نوع من انواع الادبان اللي بيتاكل لوحده، يعني ده من الحاجات الحلوه. يعني مش زي مثلا تبن الغله او قش الرز اللي هو المفروم ولا حاجه، هتضطر ان انت ترش عليه علفه من فوق مثلا ولا حاجه علشان الغنم تبدا انها تاكله، يعني عشان يبقى ليه طعم، هم لوحده كده هم مش هياكلوه. لا، انت زي ما انت شايف اهو ما شاء الله، الغنم كلها والميز كلها اهو ما شاء الله، هم كلهم واقفين بياكلوا، كله واقف بياكله، تبن لوحده حافه ما شاء الله بياكلوه لوحده. فيعني كفايدة أو كنوع من أنواع الأدبان كمادة ملأة هو مش وحش، وممكن تعتمد عليه عندك. لو إحنا زي ما إحنا قلنا، أنت عندك مواسم موجودة طول السنة، فأنت بتحاول أنت تظبط السيستم بتاع المزرعة عندك
ان انت في موسم البرسيم تخزن برسيم، في الموسم بتاع الفول تخزن الفول، في موسم بتاع الفاصوليا هتخزن الفاصوليا وهكذا. تمام، احنا دي كده تعتبر النوع الثاني اللي احنا اتكلمنا عليه بعد تبن البرسيم، وده كده النوع الثاني اللي هنتكلم عليه اللي هو تبن الفول. ده كده يعتبر الكلام اللي موجود عليه، وان شاء الله هنتكلم على تبن الفاصوليا ونتكلم على الدريس الحجازي. يبقى احنا كده ان شاء الله غطينا جميع انواع الادبان باذن الله.